بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طرق التعبير عن تركيز المحلول. أول حاجة هناخدها النهاردة هي المولارية. المولارية تعرفها عدد المولات من المذاب في لتر من المحلول. إيه هو أصل المحلول؟ المحلول أي محلول في الدنيا عبارة عن مذيب ومذاب. المذيب اللي هو وليكن مية وسكر، شوية مية وشوية سكر. المذيب هو الماء، ده اسمه المذيب. لكن المذاب الحاجة المتدوبة هي السكر. هي ايه السكر؟ علشان نعرف تركيز السكر في المية ده كام بنستخدم حاجة اسمها المولارية. المولارية عدد مولات السكر المتدوبة في 1 لتر من المية، المتدوبة في 1 لتر من المحلول. طيب حسابها من العلاقة السي كابيتال، او حتى بتلاقيها ام كابيتال، ام كابيتال او سي كابيتال، بتساوي ان عدد مولات على الفي اللي هو الفوليوم اللي هو الحجم بالملي ضرب الالف. وافتكر كمان ان الان اللي هي عدد المولات بتساوي الام الوزن اللي هو مديهولك على المولوكيولار ويت. علشان لما يكون جايب لك اوزان ما تقعدش تدور على الان، الان لازم هتجيبها بالوزن على المولوكيولار ويت. ناخد اول مثال. المثال الاول بيقول احسب مولارية محلول يتكون من اذابة 20 جرام هيدروكسيد صوديوم. هيدروكسيد صوديوم يعني NaOH في 500 مللي من المحلول. هو مديني الفوليوم بيساوي 500 مللي، تمام، ومديني وزن اللي هو ام سمول بيساوي 20 جرام. طيب انا قلت لك ايه؟ انا قلت لك علشان تجيب الان لازم تحسب الوزن اللي هو مديهولك على الوزن الجزيئي. الوزن الجزيئي عباره عن لازم اجيب الاول المولوكولار ويت بيساوي الوزن الجزيئي. الصوديوم ب 23 هو مديهولي ب 23، والاكسجين ب 16، والهيدروجين ب1. يبقى الناتج النهائي كله 40. 16 زائد 23 زائد 1 40 جرام. يبقى كده انا جبت المولوكولار ويت. اقدر اجيب الان اللي هي عدد المولات بتساوي الام الوزن اللي هو مديهولي على المولوكولار ويت. الوزن اللي هو مديهولي 20 والمولوكولار ويت 40. يبقى انا عندي نص مول موجود في ال20 جرام. هجيب بعد كده المولارية بطريقة سهلة جدا جدا. المطلوب بقى اللي هو عايزه هو المولارية، هعمله باللون الأحمر. المولارية بتساوي أو الكونسنتريشن هيها السي بتساوي عدد المولات قسمة الفوليوم ضرب الألف. أهم حاجة إن الفوليوم يكون بالملي وهو مديني ملي. يبقى الإن بنص والفوليوم اللي هو مديهولي 500 ضرب الألف، والناتج اللي هيطلع هو المولارية. نعمله مع بعض. نص قسمة 500 في 1000 هيطلع لي واحد ايه؟ مول لكل لتر. 1 مول لكل ايه؟ لكل لتر. لازم تكتب الوحدة بتاعتك، هكتبها تحت اهي، 1 مول لكل لتر. لازم تكتبها. طب ليه مول لكل لتر؟ هو مش انت مش هو عبارة عن ان اللي هي عدد مولات والفي مول باللتر، يبقى مول لكل لتر. يبقى ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني بيقول احسب مولارية حمض الكبريتيك المتكون من اذابة مديني وزن 49 جرام من الحمض. حمض الكبريتيك يعني H2SO4 بحيث يصبح حجم المحلول كله 100 مللي. يبقى انا عندي الفي مديهالي ب100. هنكتب الحاجات بالازرق وبعدين هنعمل المولارية بالاحمر. الفي مديهاني ب100 ب100 مللي، تمام، والمديني وزن اللي هو 49 جرام. طيب انا هعمل ايه؟ لازم احول الام الوزن ده الى عدد مولات. عدد المولات بيساوي الوزن اللي هو مديهولي على الوزن الجزيئي. عدد المولات بيساوي 49 قسمة، انا طلعت H2SO4 2 في هيدروجين يعني 2 في 1 زائد 32 زائد 4 في 16 طلع لي 98 جرام. 98 جرام. 49 على 98 هيديني برضو نص، هيديني نص، تمام. يبقى انا عندي نص مول من حمض الكبريتيك المركز او حمض الكبريتيك. طيب ده عدد المولات. يبقى بعد كده خلاص سهل عليا قوي اجيب المولارية. المولارية هتساوي او الكونسنتريشن هيساوي ان قسمة الفوليوم في 1000، لان هو مديهولي بالمليهات. يبقى الان اللي انا جبتها نص، الفوليوم هو مديهولي 100 مللي هضرب في 1000،
والناتج اللي هيطلع هو التركيز، هيساوي 5، هنكتب هنا 5 مول لكل لتر، 5 مول لكل لتر. وكده انت خلصت المولارية.